محدثكم فارس عوض، واتمنى بان نستمتع معا بهذه القمه. فريق ليفربول يواجه فريق برشلونه. المباراة تنطلق بأقدام لاعبي ليفربول. الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. الكرة تعود إلى ليفربول. الحكم يحتسب ركلة حرة في بداية المباراة. كرة بالخطأ. داني ويلباك. فرصة خطيرة للتسجيل. كرة ما زالت خطيرة. الله، لا يمكن أن تنتهي السلبية. الشباك تتحرك، الإثارة تبدأ، الهدف يأتي. إعادة الهدف من زاوية مختلفة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. ضاعت وتحولت للفريق المنافس. كريستيان بوليسيتش. تمريرات جميلة. سدد بقوة لكن غابت الدقة. كان بإمكانه أن يبحث عن حلول أخرى. فضل التسديد لكن في النهاية ضاعت. فرصة قد تشكل خطورة. عودة بالكرة إلى الحارس. داني ويلباك. دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة. هجوم، كرة هدف أمام ويلباك. الله على هذه الكرة، وضعها في الشباك. الفارق مشاهدينا، الشوط الأول ينتهي 2-0. البارسا يبدأ الشوط الثاني. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. كريستيان بوليسيتش. داني ويلباك. بناء للمحاولة بشكل ممتاز. عند الفرصة. يا لعيب يا لعيب، هذا كثير جدا كثير جدا. هدف سينمائي، هدف عبقري. مباراة كنا نتمنى بأن تكون أكثر ندية، لكن واضح الاستسلام تماما في هذا اللقاء. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. داني ويلباك. ليفربول يهاجم. فرصة هدف الآن. الله عليك الله عليك، الأهداف تسجل بهذا الشكل. كرة القدم تلعب بهذا الأسلوب.
إعادة الهدف من زاوية مختلفة للمرمى. مباراة من طرف واحد والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. توقع جيد في قطع الكرة. فرصة خطيرة هنا. تدخل بريح الفريق. الحكم يتيح الفرصة لبرشلونة لاستمرار الهجمة. فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة. كريستيان بوليسيتش. 3 دقائق متبقعة لنهاية المباراة. يا رباه، ما زالت الفرصة أمامه. فرصة بتضيع، الكرة لا تحرك الشباك. تنطلق إلى صفر نهاية المباراة مشاهدينا، معلنة فوز أصحاب الأرض اليوم.